السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وبإذن الله النهاردة هوريكم بقى إحنا عملنا إيه. طبعا مبدئيا كده زي ما أنتم شايفين ما شاء الله المكان نظفناه الأول، لأن طبعا زي ما قلنا يا جماعة الفراخ كل ما بتكبر كل ما بإيه يعني بتاكل أكتر، وكل ما بتعمل زرق أكتر، تمام؟ فدايما على طول باستمرار نظافه في المكان. فانا بقى حبيت ان انا برضو اوريكم نظفت المكان ورشيت جير اهوت، وفوق الجير ده اهوت ان شاء الله هنعمل طبقه فرشه برضو كده، تبن بقى او نشاره على حسب الموجود عندنا. فدلوقتي بقى تعالوا يلا كده واحنا ايه بنفرش. زي ما انتم شايفين بصوا بقى الاول قبل ما افرش عايزه اوريكم بقى ان شاء الله الاحجام بتاعه الفراخ. بصوا ان كنت هتشوفوا الفرق، بسم الله ما شاء الله شايفين. انا قبل كده قلت لكم ايه، قلت لكم يا جماعه الفراخ دي بالذات اول نوعيه دي بالذات عند ما بتعدي ال 30 يوم بالظبط، او يعني قبل ال 30 يوم كده بيومين ولا حاجه، بتبص تلاقي بسم الله ما شاء الله بتتغير، يعني بتتغير 180 درجه. طبعا انتوا كنتوا شايفينها معايا اخر فيديو كانت شكلها عامل ازاي، كانت لسه بالريش الاصفر، دلوقتي بقى ما شاء الله فرقت معايا في الاحجام وفي الوزن وفي الشكل كمان. يعني الفراخ ما شاء الله، يعني اللي عايز يا جماعه يذبح بعد ما عمل الخلطه بتاعه تغيير العلف بعدها باسبوع كده ان شاء الله يبدا يذبح، يعني يذبح بقى وينهي الدوره عشان ان شاء الله نفوق لدوره جديده باذن الله. تعالوا يلا الاول كده نحط الفرشه اللي احنا هنفرشها، لان النهارده بقى ان شاء الله هنعمل بعد ما نفرش الفرشه كده هنعمل النهارده مشروب حلو جدا جدا. انا ذات نفسي بسميه ده المشروب بتاع الحر، يعني ده مشروب بيخلي كده على الفرخه اكنه هو يعني متركب فوق مراوح، وده اهم حاجه يعني لازم نعملها لهم كده على الاقل مرتين او ثلاثه في الاسبوع. تعالوا يلا كده ايه نفرش الاول قبل ما نعمل الوصفه مع بعض. بصوا ده تيبن اهو، بصوا يا جماعه ده تيبن، بس هنعمل الاول شويه كده يا جماعه. فرشنا الفرشه زي ما انتم شايفين وما شاء الله الفراخ نايمه كلها مبسوطه ازاي. لما يكون المكان نظيف الفراخ بتبقى نايمه كده ومفرشه وبتزيد معاكي، بيجي معاكي يومها بيومين. اما يكون المكان بيبقى طري اكنه مكب على ميه كده، وخدوا بالكم ده يا جماعه بيعمل صهد للمكان، الريحه بتاعت الامونيا بتطلع فدي بتدمر الفرخ ذات نفسه. فالتبن اللي انتم شايفينه دوت ده تبن اللي هو بيبقى دراس الغله، يعني ايه طبعا كلتنا عارفينه وفي معظمنا فلاحين عارفينه اهو، هو بيبقى الشكل ده كده. علشان الناس اللي بتسال يعني ايه تبني يا جماعه، هو التبني دوت بتاع الغله الدراس بتاع الغله ده، طبعا بيبقى بواقي فايضه فبنجيبه بقى بنستغله فرشه تحت الطيور، وبتبقى في نفس الوقت بتبقى سابله برضو. ده بيوفر عليك بدل ما تشتري شكاره النشاره تبقى غاليه، الشكاره ب 50 60 جنيه، ده بيوفر عليك بتبقى حلو قوي، وفي نفس الوقت فرشه حلوه ناعمه تحت الفراخ. تمام يلا بقى كده علشان ما نطولش عليكم نحط لهم المشروب اللي احنا عملناه النهارده. ده المشروب يا جماعه اللي انا بقول لكم عليه، ده يعتبر مراوح كده للفراخ. طبعا هنحط لهم بقى الاكل الاول بتاعهم، طبعا الخلطه دي احنا عملناها مع بعض امبارح وكلتنا عرفناها، هنحط لهم منها النهارده كده ياكلوا الاول. كلتنا عرفنا احنا بنعملها ازاي ومقاديرها ايه، اللي ما عرفش يا جماعه يرجع للفيديو بتاع امبارح، دي حلوه قوي هتفرق معاك كتير. ده بقى بسم الله ما شاء الله الخلطه دي جميله جدا جدا، حلوه في رفع الاوزان، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الفراخ بتاكل فيها حلو جدا. يعني مثلا مش هنقول للفراخ غضبت عليها او الكلام ده كله، لا هي الفراخ يا جماعه بتاكل منها حلو قوي، لان الخلطه دي حلوه يعني يعتبر فيها كل العناصر، يعني فيها بروتين وفيها كل حاجه. دلوقتي بقى هنشوف الخلطه اللي احنا عملناها دي يا جماعه، البنجر تمام، ده كده نص بنجرايه عملناها على كوبايتين ثلاثه ميه زي ما انتم شايفين، وهنحط كده حوالي ملو كوبايه اهو الفراخ. هنسيبها كده؟ لا مش هنسيبها كده، معايا طبعا ايه، معايا الليمون تمام، هنعصر ليمونه كبيره كده زي ما انتم شايفين الخلطه ده اهي.
دي يا جماعة المشروب الصيف بتاع الفراخ، دي يعتبر كده مراوح انت بتعملها للفراخ كده عندك. نحطها كده اهو. هنا بقى حطنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، حطنا للفراخ السقية بتاعت المية والبنجر بقى والليمون، ما شاء الله الفراخ تشرب منها، وقدامهم طبعا العلف مش ناقصينهم اي حاجة، والمكان تحتهم نظيف. هنا بقى ما شاء الله يبقى الفراخ ماشية معايا زي الفل، وزي ما قلنا قبل كده يا جماعة ما شاء الله الدورة مشيت معايا زي الفل بدون علاجات بدون اي حاجة خالص، يعني ماشية طبيعي، يعني ما تفرقش حاجة عن الفراخ البلد، وده انضف فرخ ممكن ان احنا ناكله. طبعا في ناس كتير لما بتروح تشتري فراخ بدر يا جماعة بتدور على الفراخ البيت او التربية البيت، ليه؟ علشان بتبقى انت مربيه على ايدك. قليل الاول لما تلاقي حد بيشتري فراخ مزارع، طبعا احنا كلنا عارفين فراخ المزارع بتبقى متربية ازاي، تمام؟ طبعا الناس اللي هتفكر بقى ان انا حاطه علافه واحده بس، لا يا جماعه، احنا قلنا قبل كده كتير ان انا بحط علافتين اتنين، علافه جوه وعلافه بره، بس عشان احنا بنصور بقى هنا فبشيلها بس مؤقت. والميه برده بحط سقايتين، لان خد بالكم الجو حر جدا جدا، وخصوصا اليومين اللي فاتوا كان الجو فيهم ما ينطقش، فناخد بالنا كويس جدا من الفراخ. الناس اللي عندها الفراخ عايزه بقى تذبح ابداوا بقى اذبحهم، لان طبعا تطويلها ملوش اي لازمه. ناكل الخلطه اللي احنا عملناها لمده 5 ايام اسبوع بالكتير، وبعد كده ان شاء الله نذبح بقى، تمام؟ علشان طبعا انتوا عارفين الجو حر ما نضمنش، ممكن لا قدر الله يحصل موت مفاجئ، يحصل اي حاجه من الحاجات ديت، فالاحسن ان انا كل شويه لو انا هسيب الفراخ مثلا قدامي اسبوع ولا حاجه على ما تاكل العلفه، كل شويه كده اطلع لهم اغير لهم الميه، ارش عليهم ميه. يعني انا عندي بخاخه هوريها لكم علشان ايه لو انتوا حابين تجيبوها برده ماشي. بصوا يا جماعه البخاخه ديت عندي بقالها 3 سنين اللي انتوا شايفينها ده، دي باجي وقت الظهريه كده، هي حتى لسه فيها ميه من امبارح اهيت، وباجي بقى ايه ببخها بقى كده اهوت اهو، بصوا، وبقوم جايه على الفراخ رش على الفراخ كلها كده اهو بالشكل ده كده، تمام؟ ده في وقت الظهريه علشان ايه؟ عشان الفراخ لو في مثلا في حراره في جسمها، في احتباس حراري، كل الحاجات ديت ده بتقلل من الاحتباس الحراري. كمان الوصفه اللي انا عملتها ديت ده مهمه جدا برده، دي اكتر وصفه بتقلل عندي الاحتباس الحراري عند الفراخ. وزي ما قلنا وقت الظهريه يا جماعه اطلع اغسل الوعيان، احط لهم ميه ساقعه من الحنفيه كده حلوه ترطب على الفرخ بالشكل ده كده، اضمن ان الفراخ مش هتموت مني ولا يحصل لها اي حاجه، وفي نفس الوقت كمان هتديني اوزان عاليه جدا، تمام؟ اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما ننساش نحط لايكات كتير للفيديو، وان شاء الله استنونا بكره باذن الله في الفيديو الجاي.